صباح الخير والسعادة على كل مشاهدين قناة هاي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نيو لوك. زي ما تعودنا في كل حلقة بحكي لكم حكاية جديدة رمز من رموز الموضة والأزياء في العالم. وحكاية النهاردة هتكون عن أبو الأزياء الراقية زي ما كتير بيقولوا عليه، وهو تشارلز فريدريك. عمر ما حد هيتكلم عن تاريخ الموضة من غير ما يذكر اسم تشارلز، وإنه واحد من مؤسسين الموضة وكان ليه علامة واضحة في تشكيل الذوق العام زمان. تشارلز كان من رواد تصميم الأزياء، وفي ناس كتير بتعتقد أنه كان أول واحد يحط اسم علامة تجارية على الفساتين، برغم أنه مصمم بريطاني لكنه سيطر بموهبته وقدرته على الابتكار وعلى الأناقة والذوق في باريس. من خلال تقديم تصاميم راقية لفتت انتباه الملكات والشخصيات الاجتماعية المهمة، وده كان سبب في انه يوصل لمكانه انه لحد النهاردة بيعرف بابو الازياء الراقية، بالرغم من انه مصمم بريطاني لكنه سيطر بموهبته وقدرته على الابتكار وعلى الاناقة والذوق في باريس. من خلال تقديم تصاميم راقية لفتت انتباه الملكات والشخصيات الاجتماعية المهمة، وده كان سبب في انه يوصل لمكانه انه لحد النهاردة بيعرف بابو الازياء الراقية، ولحد دلوقتي بتظل ابداعاته مزار للمهتمين بالمعارض والمتاحف العالمية. اتولد تشارلز في 13 اكتوبر سنة 1825 في انجلترا، ورغم انه ما كانش صانع الموضة وكان في كتير من صانع الازياء المعروفين قبله، الا ان تشارلز كان اول مصمم راجل عمل من تصميم الازياء للنساء مهنة احترافية، وكان اول مصمم ازياء يوصل للعالمية، واول شخص استخدم عارضات ازياء. حياة تشارلز كمان مكانتش دايما سعيدة في طفولته، لان افلس باباه واضطر انه يسيبهم ويهاجر، وده خلى والدته تشتغل خادمة في بيت احد من قرايب العيلة، وبالتالي كان من الطبيعي طبعا ان تشارلز يستوعب انه محتاج يشتغل عشان يكسب لقمة عيشه ومن هو صغير، وده خلاه يشتغل في محل من محلات الأقمشة المعروفة، وبعدها اشتغل في محل تاني وكان محل للأقمشة الحريرية، وده كان المكان اللي كسب فيه خبرة ومعرفة في مجال الخامات وصفاتها خلال أوقات فراغه بعيد عن الشغل. كانت اهتمامات تشارلز فنية ومرتبطة بشغله، كان دايما بيزور المعارض الفنية، خصوصا المعرض الوطني لدراسة الرسومات واللوحات الفنية اللي كانت بتظهر فيه سيدات لابسين فساتين من أزمنة تاريخية مختلفة، وده كان بيديله نوع من الوحي، وكان سبب أو مصدر أثر في أفكاره وتصاميمه الفساتين السهرة، فكان دايما بيستعين بتفاصيل صغيرة من أزياء الماضي. فعلى سبيل المثال، خلال تصميمه فستان حفل تتويج الإمبراطورة إليزابيث ملكة غنغارية، اقتبس فكرة الكورسي الدانتيل اللي كان مشهور بيه الفلاحات الغنغريات، وحولها لفكرة رئيسية في فستان الإمبراطورة، وبدل ما يخلي رباط الكورسي بالشرايط خلاها خيوط من اللؤلؤ. انتقل تشارلز من انجلترا لباريس سنة 1845، واشتغل في بداية انتقاله في محل جيجلن، وكان بيبيع الأقمشة والاكسسوارات وفساتين جاهزة، وتحول مع الوقت انه بقى البائع الرئيسي في المحل، وكان بيستأجر عارضات الازياء عشان يلبسوا الشالات والاكسسوارات ويعرضوها على الزبائن، وكانت ماري بيرنت واحدة من العارضات دول، وكانت دايما هي وتشارلز بيشتغلوا مع بعض لحد ما اتجوزوا بقت ام اولاد. كانت تشارلز دايما بيصمم وبينفذ فساتين شيك عشان تلبسها مراته ماري خلال عرضها لاكسسوارات المحل، وكان من الطبيعي ان الفساتين الانيقه والجذابه دي اللي كانت بتلبسها ماري بتلفت نظر عدد من الزبائن، وده كان طبعا بسبب قصتها وتنفيذها الدقيق جدا، وده الامر اللي خلى بعض الزبائن يطلبوا من تشارلز ان هو يصمم لهم عدد من الفساتين. ومن هنا تحول تشارلز من انه مجرد بائع لمصمم بيصمم فساتين للمحل، وكان منصبه الرسمي الاول كمصمم ازياء، وده كان السبب في ان المحل يكسب جوائز كتيره مهمه الفساتين قام بتصميمها، وتعرض في معارض كبيره زي المعرض الكبير في لندن سنه 1851، كان اسمه المعرض العالمي في باريس سنه 1855، وكان كل ده حافز ليه انه يسيب طبعا شغله في المحل ويسعى ورا حلم افتتاح محله الخاص. وعلى الرغم طبعا من محاولاته الكتيرة لإقناع أصحابه إن هم يشاركوه أو يساعدوه في افتتاح محل الخاص بيه، إلا إن التردد والخوف من خطوة زي دي طبعا منعهم إن هم يساعدوه، خصوصا إن وقتها كان العمل في مجال زي صناعة الأزياء ده بينال عدم احترام ناس كتيرة، فقرر تشارلز إنه يدور على حد تاني يساعده في تحقيق خطوته الأولى، وهي إن يحول طبعا تصميم الأزياء دي لمهنة احترافية، وكان أوتو بيرج هو الشخص المنقذ والممول المادي اللي آمن بموهبة تشارلز وقدرته على تحويل موهبته لمجال ومهنة مربحة.
وافتتحوا الاثنين محلهم الخاص سنة 1858، لكن تشارلز استوعب انه لو عايز يكون متميز ويجذب ليه الزباين من الطبقة طبعا الغنية والراقية في المجتمع، فلازم انه ينشر اسمه في محيط البلاط الملكي لفرنسا اللي تحولت وقتها لامبراطورية ملكية تحت حكم نابليون الثالث وزوجته اللي كانت مشهورة بجمالها واناقتها. وعشان يجذب تشارلز انتباه الامبراطورة كان لازم انه يوصل لاي حد من المقربات منها وتكون زبونة ليه، وده اللي حصل بالفعل. وقدر تشارلز ان يوصل لبولين وهي زوجة السفير النمساوي في فرنسا وتكون زبونة عنده، وكانت الاميرة بولين الصديقة المقربة للامبراطورة. قدم تشارلز للأميرة بولين واحدة من ابتكاراته كانت عبارة عن فستان أبيض فيه لمعة فضي من التل المقصص ومتزين بالورود والقلوب، وكانت معاه حزام من الستان الأبيض، وده كان الفستان اللي لبسته الأميرة في أحد حفلات استقبال الإمبراطورة. وزي ما كان متوقع الإمبراطورة عجبها الفستان جدا وسألت عن مين اللي صممه، وكانت المفاجأة بالنسبة لها لما عرفت إن اللي صمم الفستان راجل، وعلى طول طبعت من تشارلز طلبت منه إن يجي لها ويجيب معاه شوية من الفساتين اللي صممها عشان تختار منهم اللي يعجبها. تشارلز ما كانش عنده اختيار غير انه يقدم اجمل ما عنده للامبراطورة، وما ترددش ابدا ان ياخد في زيارته ليها فستان من حرير اللي معروف عنه ان ثمنه غالي، ولكن حظه الوحش ان الامبراطورة ما كانتش بتحب النوع ده من الحرير. ورغم الصدمة واليأس اللي حس بيهم وقتها الا ان حظه كان حلو في اللحظة دي جدا لما دخل عليهم نابليون وشاف الفستان وعجبه جدا، وخصوصا لما عرف ان الفستان من حرير مدينة ليون الفرنسية، وامر زوجته ان هي تلبس الفستان لانه شاف ان ده هيكون مفيد لصناعة الحرير في مدينة ليون واللي كانت بتمر وقتها بأزمة اقتصادية، وان الصناعة الفرنسية كانت محتاجة لدعم. ومن وقتها في سنة 1860 اتحول تشارلز لمصمم الازياء الشخصي للامبراطورة، وبالرغم من انه ما كانش المصمم الوحيد عندها الا انه كان المفضل ليها. وتشهر تشارلز بقدرته على جذب جميع المهتمين بالموضة والازياء ليه، وكان شديد الاصرار انه ما يخسرش اي زبونة او يسيبها تروح لمصمم تاني، فكان معروف عنه دايما ان هو ممكن يقعد فترات طويلة في اقناع الزبونة في ابتكار تصميم ليها، ومستحيل ان هي تخرج من محله وهي مش راضية. وكان تشارلز اول شخص يستخدم عارضات حقيقيين لعرض فساتينه. في الفترة دي كانت المحلات الازياء بتستخدم عارضات اكسسوارات، ولكن تشارلز كان اول شخص يحولهم لعارضات ازياء. كانت حياة تشارلز مستقرة جدا وأكثر من مثالية لحد وقت سقوط الإمبراطورية الفرنسية، كانت سنة 1870 واللي اتنفى فيها الإمبراطورة وجوزها نابليون في إنجلترا. ولكن على طول حاول تشارلز إنه يطلع من الكارثة دي بعد ما خسر كل زباينه في البلاط الملكي، وتوفى تشارلز سنة 1895، لكن ده ما أثرش على استمرار نجاحه، وده كان سبب كان بسبب استمرار دار الأزياء في العمل على إيد أولاده، وقدروا إن هم يحافظوا على معايير وجودة عالية، خصوصا الابن الأصغر اللي ورث موهبة والده في الابتكار والتصميم، وكان من الطبيعي إن هي تزدهر الدار بشكل أكبر مع الوقت. ودلوقتي هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم تاني، استنوني بعد الفاصل. سنعود. عدنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهاردة فقرة مهمة جدا عند كل البنات وكل الستات، وهي فقرة التجميل. مشرفنا النهاردة دكتور أحمد الشريف، أستاذ دكتور في جراحة التجميل في جامعة عين شمس، واللي هنتكلم معاه النهاردة عن كل اللي بيهم الستات والبنات الصغيرين دلوقتي من بوتوكس وفيلر وإيه الجديد اللي وصل له الطب. شرفنا يا دكتور والله النهارده. اهلا بحضرتك. في بدايه يا دكتور الموضوع وكده، كنت عايزه اعرف الفرق ما بين البوتوكس والفيلر، لان في ناس كتيره ما بتعرفش الفرق دلوقتي. اوكي، هو طبعا فرق كبير قوي، بس هو فعلا الناس بتتلخبط امتى محتاجه بوتوكس وامتى محتاجه فيلر. حصلتها لك، ربنا خلينا عضلات جسمنا كلها عضلات حركه، يعني ماسكه من عظمه لعظمه وبتعدي على مفصل عشان خاطر تعمل حركه. حتى مفصل الفك واحنا بنمضغ الاكل، باستثناء عضلات التعبيرات في الوش، ده من العظم للجلد على طول. فبيبان تعبيرات، وانا مكشر وانا مندهش وانا بضحك الى اخره. البوتوكس بيعمل ارتخاء للعضلات، مش بيشلها بس بيضعفها، فالتعبيرات القويه
زي مثلا انا مكشر قوي او انا مندهش قوي، الخطوط بتطلع في القوره اللي جنب العين وانا بضحك، الحاجات دي كلها بتقل، لان قوه العضله اللي بتشد على الجلد بالتالي وانا بعمل اي تعبيرات بوشي بتقل. الفيلر من اسمه بيعمل فيلنج، يعني بيملى، يعني لما بيحصل شويه تهدل او شويه ضمور في الدهون والانسجه بتاعه الوش بيبتدي يخس مع تقدم العمر، او واحده خست بعد دايت مثلا رهيب، فبنحقن علشان نرجع نملى تاني ونعوض حجم الانسجه اللي كان موجود ومدي مساحه للوش. فده فيلر وده البوتوكس. طيب الفيلر مثلا بنستخدمه في ايه يا دكتور؟ يعني ايه الحاجات اللي مثلا عندنا مشكله دلوقتي نعرف امتى نستخدم الفيلر وامتى نستخدم البوتوكس؟ الفيلر انواع كتيره قوي. في حاجات بتتحقن سطحي جدا، اللي بيقولوا عليها دلوقتي بقت ماشيه موضه السكين بوسترز، اللي هي منشطات الجلد علشان تدي نضاره للجلد وتخليه رطب وما يبقاش فيه تجاعيد بسيطه. وفي فيلرز ثانيه بتبقى وسط، بتتحقن في اماكن معينه في الوش مثلا، بتبقى مش عايزه فيلر تقيل علشان يدي حجم، زي مثلا في الشفايف او تحت العين. وفي الفيلرز التقيله بنعمل بيها تحديد زي مثلا الخدود او للفك منطقه الدقن والى اخره. طيب بيكون في سن معين يا دكتور مثلا لاي حد عايز يعمل فيلر او بوتوكس؟ هو طبيا ملهاش سن، بس هو في حاجه بيحذر فيها، يعني ممنوع نحقن فيها بوتوكس، فيلرز، نحط خيوط، نعمل ليزر، اي حاجه في السيدات الحوامل. دي الحاجه الوحيده اللي محظوره ما نعملهاش. لكن مفيش سن معين للفيلر، لكن هو في طبعا تقييم، في حاجه اسمها اسسمنت، يعني انت هتعملي حاجه تستفيدي منها بحيث يبقى في فرق قبل وبعد اللي عملتيه ولا لا. هو طب كلمني يا دكتور عن تجميل الوجه بالكامل من ناحيه الفيلر. طيب تجميل الوجه بالكامل من ناحيه الفيلر بنعمله في حالات معينه بس، اللي هو ما يبقاش فيه تهدل واضح في الجلد. لان لما يبقى فيه تهدل في الجلد انا ساعتها لازم اعمل شد للجلد ده. الغير جراحين ممكن يعملوا خيوط، او اللي رافضه تخش اوضه العمليات نقدر نعمل لها خيوط، بعض الاجهزه اللي بتنشط الكولاجين وتشد الجلد. لكن طبعا احسن حل والامثل واللي مدته اطول ونتائجه اقوى، وبالنسبه للجراحين احنا نعمل شد وش او رقبه اللي هو الفيس ليفت والنك ليفت. امتى اعمل بقى فيلرز في الوش كله؟ طبعا لو هي مش عايزه تخش اوضه العمليات، رافضه تعمل عمليه، او رافضه انها تحط خيوط، نفس كتير بتخاف من الخيوط، او لو ان في تهدل بسيط فنقدر نستعيد بالكلام ده ان احنا نعمل حقن للوش كله. لكن مش هتستفيد لو هي عندها تهدل وعملت فيلر، لان ممكن ازود لها شكل التهدل ويبقى بعد ما عملت فيلرز بدل ما تحلو لا الحاله بقت اسوء. طيب يا دكتور كنت عايزه اعرف الفيلر والبوتوكس بيكون ليهم مده معينه وبيروحوا ولا بيفضلوا قد ايه مثلا؟ طبعا كل حاجه دلوقتي مسموح بيها لازم تبقى مؤقته. كان زمان في حاجة اسمها الفيلرز الدايمة أو البيرمننت فيلرز، طبعا دي بطلت إلا في حالات معينة بس. وفي حاجة اسمها إدارة الغذاء والدواء اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن، دي أعلى مؤسسة بتدي تصاريح للأدوية والمنتجات كلها إنها تنزل في الأسواق وتبقى صالحة للاستخدامات الآدمية. في نوع واحد بس اللي هو بنسميه البيرمننت فيلر أو الدائم، وده له حالات معينة بتتحقن. غير كده كلها حاجات ما بتبقاش دايمة. طبعا البوتوكس وده الاسم التجاري بتاعه طبعا، لكن بوتيونيوم توكسين مشهور بالبوتوكس، من شهرين ونص الى 6 شهور، من 10 ل 24 اسبوع. اما بالنسبه للفيلرز من 6 شهور لبعض الانواع ممكن تقعد لغايه سنه ونص اقصى حاجه. ايه طيب يا دكتور احنا هنشوف على الشاشه دلوقتي وتشرح لنا اللي هو الفيلر على الوجه. اوكي هنا لازم نعمل الاول حاجه اسمها الاسسمنت، تقييم ايه اللي هي محتاجاه. وبعدين يمكن من اكتر من 20 سنه انا حضرت محاضره للسير مجدي يعقوب كان بيتكلم على فلسفه ضربات القلب مع نمط الحياه، فغير فكرتي ونظرتي عن تقييم اي حاله. ان انا لما باجي اقيم حاله بقول لهم انا 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 بكلم الانسجه، انا اي توك تو ذا تيشو، كل وش انسجته بتنطق بتقول هي محتاجه ايه. فاقدر اعرف ايه الاماكن اللي هتستفيد منها بالفيلر، لا هنا هنعمل عمليه، لا هنا هنعمل خيوط، هنا مش محتاجه حاجه خالص، عشان في الاخر نطلع بشكل طبيعي. وكان كل كلاينت من دول ليها حاجه متفصله عليها. طب دكتور هو الفيلر بيتحقن كم مره؟ ملوش عدد يعني مرات. عادي ملوش عدد مرات، ممكن يتحقن طالما احنا بنختار الفيلر الصح الامن، وبنقدر نحقنه في الاماكن اللي تستفيد منها وما فيش منها اي ضرر،
يتحقن عدد مرات بلا نهايه. طب تنصح ايه يا دكتور البنات اللي بتروح مثلا الكوافير مثلا تعمل فيلر وكده، لانه بيتعمل في كل حته، يعني ايه مدى خطورته؟ والله كل واحد المفروض يعني واحده رايحه في مكان تسال على المكان ده، هو الدكتور اللي بيعمل لها ايه، شهاداته ايه، خبرته، سيرته بره، عمل حالات كتير ولا لا. لكن هروح اعمل فيلر عند الكوافيرات، كل واحد هو حر بقى ياخد المخاطر بتاعتها زي ما هو عايز. لا، ومخاطرها كتير، تكون كبيره. طبعا مخاطرها كتيره، وفي حالات منها بتبقى، انا مش عايز اخوف الناس، بس حالات منها لا، اضرارها جسيمه قوي. يعني دكتور مثلا لو واحده عملت فيلر والفيلر مثلا باظ منها او شكله وحش، بتعمل حاجه اسمها تدويب صح؟ مظبوط. طيب دي مثلا بيكون اثارها ايه، او بتبقى يعني مثلا انا دلوقتي عملت تدويب هياخد معايا وقت قد ايه لحد ما شفايفي مثلا ترجع تاني او اي منطقه في وشي؟ طيب هو يعني بعد سنين طويله قوي من الشغل، انا هقول لك ان الماده اللي بنعمل بيها تدويب للفيلر، ومش اي نوع فيلر، الفيلر اللي هو تركيبته الاساسيه هياليورونيك اسيد. يعني اظن في كلاينتس كتير قوي عارفها، سيدات كتير قوي عارفين، والدكاتره عارفين. لكن انواع تانيه من الفيلرز ما لهاش حاجه. دكتور انا برضه عايز اعرف ايه انواع الفيلر اللي هي احسن انواع الفيلر، لان في انواع كتيره برضه ما حدش بيبقى عارف. في انواع كتيره قوي، الحاجات اللي هنعرف انها واخده تصريح من الاف دي اي، او مكتوب عليها من ورا علامه سي اي، اللي هذا ده الاتحاد الاوروبي برضه من الجهات اللي بتدي تقييم كويس قوي للادويه، والحاجات اللي داخله مصر انها تكون مسجله في وزاره الصحه. يبقى انا كده امنت ان الحاجه دي خلاص معروفه عالميا ومرخصه في الدوله بتاعتي كمان. لكن مفيش حاجه اسمها احسن فيلر. مفيش حاجه اسمها احسن فيلر، كل فيلر مناسب للحاله بتاعته ولسن معين، وطبعا كمان عشان الاسعار يعني بيختلف طبعا في الاسعار. حكايه السوشيو ايكونوميك ستيتس دي، او اللي هو الفايده مقابل السعر، دي حاجه من الحاجات المهمه قوي هنا وبره كده. طب دكتور نرجع تاني للبوتوكس، انا كنت عايزه اعرف، انا كنت بسمع كده في بوتوكس للرقبه وبوتوكس للصداع، فحاسه ان هي حاجه غريبه علينا شويه. له استخدامات كتيره قوي قوي. على فكره هو كان اصلا بيعالج حاجات عصبيه، فبالصدفه وهما بيعالجوا كان بالنسبه لتشنجات عضلات العين. الناس اللي عندهم تشنجات في عضلات العين ومقفوله، لما كانوا بيعملوا بوتوليوم توكسن علشان خاطر يحصل ارتخاء في العضله، لقوا ان التجاعيد كمان اتحسنت. وبالتالي طب ما نستخدمه في حاجات تجميليه، لكن هو اصلا منتج للحاجات العصبيه. فاه بيستخدم من الرقبه علشان خاطر هو اسمه ترابتوكس بيسموه كده، او ساعات له اسم سوان نيك بوتوكس زي رقبه الوزه. عضله الترابيس، ترابيزيا دي الترباس اللي بنقول عليها احنا ترباس، دي من العضله شويتها انها ترفع الكتف لفوق كده، ففي ناس عشان عندهم شويه شد في العضله دي فدايما هم ماشيين عاملين كده. فاول ما لاحقنا العضله وبيحصل لها ارتخاء، انا لسه من اسبوعين عامل ترابتوكس لواحده قالت لي انا حاسه ان كان في حمل على كتفي وتشال، فبتقدر انها كتفها. طب دكتور حابه ان حضرتك تشرح لنا من على الشاشه الفيديو ده. العضله اللي انا ماسكها اهو، انا ماسك العضله اللي هي الترابتوكس دي، العضله اللي مسؤوله انها ترفع الكتف لفوق. مع بعض الناس بيبقى العضله دي شغاله بزياده فبتعمل لهم الام. وكمان بتبين طول الرقبه كانه قصير. لما بترتخي الالام بتروح، الكتف بيفك، الرقبه بتبان اطول. دي كلها حاجه من الحاجات اللي بتدي انوثه اكتر في الست. طب يا دكتور هو بوتوكس الرقبه بيغني عن عمليات التجميل ولا لا؟ لا، مفيش حاجه في الدنيا بتغني عن العمليات. يعني العمليات دي حاجه لوحدها خالص. بس في حاجات ممكن تدي نتائج مرضيه الى حد ما، او نتائج تاجل ان انا اعمل يعني العمليه بدري، يعني حلول موضوعيه، لكن في الاخر كله هيوصل للعمليه، كله هيوصل للعمليه. طب دكتور كنت عايزه اسالك على حاجه برضو، لو بنوته بتعاني من الهالات السوداء او عندها تجويف او كده، بيكون ايه علاجها مثلا؟ الهالات السوداء خصوصا لازم نعرف الاسباب بتاعتها الاول قبل ما نعالجها. يعني دي حاجه من الحاجات اللي بنقول عليها الوقايه خير من العلاج. في اسباب كتيره قوي، العامل الوراثي، ودي حاجات من الحاجات اللي صعبه تتعالج. لكن من اكتر الاسباب اللي بتعمل هالات سوداء، لو حد محتاج يلبس نظاره ومش لابسها، فقاعد بيعمل كده بيضغط بعضلات عينه علشان يشوف كويس، اللي قاعدين قصاد شاشه الكمبيوتر او التلفزيون مده طويله بيعملوا كده نفس الحاجه. الانيميا، فقر الدم، الناس اللي عندهم امساك، الناس اللي يعني يعملوا مثلا تحاليل اول عشان يعرفوا ايه السبب، لازم اعرف ايه السبب واحاول ان انا اعالج. بعد كده هو بقى في حاجات كتيره جدا ممكن تتعمل لعلاج الهالات السوداء تحت العين، من ليزر لحقن غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو الكربوكسي ثيرابي تحت العين. غير الكربوكسي ثيرابي احنا ممكن نعمل عمليات سواء حقن فيلرز معينه، فيتامينز، دهون،
لحد حتى كمان عمليات شد الجفون علشان نحسن الهات السوداء. بس برضو فيها لو انا عارف السبب وعرفت اعكس السبب، يعني ابسط حاجه في فقر دم انيميا لو عالجناها الهالات بتحسن كتير بتحسن. محتاج البس نظاره، البسي نظاره. طب يا دكتور لو في تجويف بقى ايه علاجه مثلا؟ التجويف يبقى حمله، هنا بقى تيجي الفيلرز. فيلرز. لو ما فيش تهدل في الجفن انا هعمل فيلرز او هعمل دهون حامله المنطقه دي، راح التجويف. لقيت تجويف ومعاه تهدل انا ممكن اعمل حقن واعمل شد كمان الاثنين علشان اعالج المشكله. عشان كده قلت لك حسب ما الانسجه محتاجه. كل انسجه بتتكلم، اللي يعرف يفهم لغتها ويكلمها هيعرف ايه المطلوب. طب يا دكتور هو في مثلا مشاكل صحيه ممكن تاثر على الفيلر، يعني الفيلر او البوتوكس تخليه مثلا النتيجه بتاعته ما تبانش او كده؟ في غير المشاكل الصحيه، الفيلر لو اتحقن في الشخص الغلط او بكميه غلط او في اماكن غلط مش هيدي نتيجه. لكن غير كده زي ما قلت لك الحاجه الوحيده اللي ممنوع نحقن فيها اي حاجه وهي حامل. وهي حامل ممنوع. رغم ان مفيش حاجه بتقول ان هو بيأثر على الحمل، لكن لو لا قدر الله حصل سقط للحمل لاي سبب هتيجي في الفيلر. بس هو ممنوع دوليا وفي كل الكتب وفي كل المؤسسات بتقول ممنوع. لكن انا بحب ان لو واحده تعمل فيلر تستفيد منه. يعني الناس اللي بتدخن بشراهه، بتشرب قهوه وشاي كتير قوي، ما بتنامش كويس، ما بتاكلش اكل صحي، ما بتعملش اي رياضه، ما بتهتمش ببشرتها، اكيد مش هتستفيد من الفيلر ولا هيقعد معاها نفس المده اللي هيقعدها مع واحده عارفه تاخد بالها من صحتها وتعيش لايف ستايل صحي، اللي هو لايف ستايل هيلثي لايف ستايل. طب دكتور ايه الفرق ما بين الفيلر مثلا والسكين بوستر؟ السكين بوسترز نوع من الفيلرز بس هو بيتحقن سطحي، زي ما قلت لك الفيلر ممكن يتحقن في الجلد على طول سطحي، تحت الجلد شويه ممكن نوصل بيه بعمق لغايه العظم بتاع الوش علشان ادي فوليوم، ادي مساحه او حجم للوش. سكين بوسترز بتحقن في الجلد بس عشان تدي نضاره. بتقعد قد ايه مثلا يا دكتور سكين بوستر معانا؟ كل بص الشركات هتقول لك حاجه بس في الواقع لما بنجرب حاجه ثانيه خالص. هو الماكسيمم اللي ممكن سكين بوستر يقعده من 3 لـ6 شهور. برضه هيعتمد على كل واحده عملت حاجه هتحافظ عليها قد ايه. هكسر السكين بوستر، اتعرض للشمس كتير، بدخن كتير، الحاجات اللي احنا قلناها، هيقعد معاها 3 أو 4 أسابيع. هعرف اخد بالي من نفسي كويس قوي. انا في ستات جت ومقتنعه ان السكين بوستر اذا قعد معاها سنه واكتر من سنه. هو ما بيقعدش اكتر دكتور من دكتور السكين بوستر ده مثلا نتيجته بتكون داخليه اكتر صح؟ يعني ما بتبقاش ظاهره. لا طبعا بتبقى ظاهره. بتبقى ظاهره برضه؟ ظاهره طبعا. من اول حقنه عادي؟ انت فتحتي نقطه ثانيه خالص. هو مدى رضائي عن اي حاجه. يعني في ستات بتحب نفسها من الاول، فاي حاجه بتعمليها بتبقى شايفه نفسها. بتبقى شايفه نفسها وفي ستات صعب ارضائهم قوي، يعني مهما عملت لها هي. بس كنت بسمع دايما يا دكتور ان لازم من كذا حقنه مش من اول حقنه. لا النتيجه بتبين. الاستمراريه. على فكره انا لو جبت ابره وشكشكت واحده من غير ما احن اي حاجه وشها يحمر يبقى حلو، بس كام ساعه كده وخلاص. سكين بوسترز طبعا حاجتين ماشيين مع بعض. الحياه الصحيه وفي نفس الوقت الاستمراريه. لان هو له فتره وهيروح. والله نتائج عجبتني يبقى انا هستمر فيها. طب دكتور هنيجي نسال بقى السؤال المهم، الخيوط. عايزه حضرتك تكلمنا على الخيوط، استخداماتها ويعني بتستخدم في ايه وايه نتائجها وكده. قبل ما اقول هستخدم الخيوط ازاي لازم افهم المشكله بتحصل من ايه. على 3 مستويات. المستوى الاولاني على العظم. العظم بيحصل له ضمور، كل ما بنكبر بيحصل ضمور للعظم وتاكل. عشان كده احنا كل ما بنكبر في السن بنقصر شويه. الحاجة التانية بيحصل تهدد في العضلات والأنسجة والدهون اللي موجودة تحت الجلد. والحاجة التالتة بيحصل تهدد في الجلد نفسه. يبقى أنا عندي على 3 مستويات. لما بستعمل الخيوط أنا بعالج حالة واحدة بس من التلاتة اللي هو الجلد. أنا لا برجع تاني أشد العضلات والأنسجة اللي تحت الجلد، ولا بعمل حاجة في فقدان الكم أو الحجم اللي موجود بتآكل الدهون وضمور العظم. فلو عايز نتائج أحسن، عشان كده دلوقتي بنسميها الكومباينيشن ثيرابي، او اللي احنا بنعمل كذا حاجه ندمجها مع بعض. طالما انا مش هعمل عمليه، وحتى في العمليات انا ممكن اعمل شد وش واحقن دهون، او ممكن اعمل فيلرز وكمان اشد بالخيوط. يبقى انا بعالج حاجتين، بعالج الكم بتاع الانسجه اللي حصل له ضمور بالفيلرز، وكمان الجلد اللي حصل له تهدل او ترهل بالخيوط. طب دكتور ايه المعايير او الحالات اللي لازم تعمل خيوط؟ تاني المعايير اللي هي حاسه ان وشها
اتهدل. واحسن حاجه انا بقول للسيدات اللي بيسمعوا دلوقتي من البرنامج بتاع حضرتك، ان احسن حاجه تقدري تطلعي فيها الدفوهات لو شفتي صورك من كام سنه فاتت ودلوقتي. حطي الصور قدام بعض كده وشوفي انا ايه اللي اتغير فيا وايه اللي انت مش عاجبك لما بتبصي على صورك. هتعرفي تطلعي الديفوهات، الحته دي متهدله شويه، لا الحته دي خست عندي شويه، الدقنه دخلت لجوه. دي بتبقى حاجه مريحه جدا، هي عارفه هي ايه اللي اتغير فيها وعايزاه يرجع زي الاول عشان ترجع شكلها اللي كانت وهي شباب اكتر. دكتور، بسمع دايما ان في انواع كتيره من الخيوط، في خيوط فرنسيه وفي انواع كتيره، ممكن حضرتك تقول لنا ايه احسن نوع مثلا؟ طيب سيبك بقى من مسميات الخيوط الفرنسيه والروسيه والذهبيه دي كلها حاجات للشركات تبيع. هي في الاخر خيوط معموله من مواد، المواد دي زيهم زي الفيلرز، في حاجات تقعد من 6 شهور لسنه وفي حاجات ممكن تقعد معانا سنه ونص لحد سنتين. في خيوط دائمه بيرمننت معموله من السيليكون، وفي خيوط اللي هي بيحصل لها تفتيت وتكسير في الجسم، دول لهم مادتين على حسب ما هتقعد قد ايه. بس انا احب اقول للناس حاجه عشان برضو في ناس كتير قوي متخوفه من موضوع الخيوط. الفرق ما بين الميه والتلج هو حالتهم، هي نفس الماده بس حاجه سائله وحاجه مجمده، زيها بالظبط زي الفيلر والخيوط. هحط في وشي فيلر يبقى ممكن احط في وشي خيوط. الاثنين تقريبا معمولين من نفس المواد والاثنين بيدوبوا من الجسم. بس دي حاجه على هيئه جل اللي هو الفيلر، ودي حاجه على هيئه خيط صلب شويه اللي هي الخيوط. الاثنين بيدوبوا والاثنين امنين، والاثنين ممكن يحصل منهم مشاكل لو تعملوا في ايد الشخص الغلط او عند الكوافيرات زي ما حضرتك قلت. دكتور، عايزين نستغل وجودك بقى معانا النهارده ونتكلم عن كميه معلومات اكتر. كنت عايزه اعرف الدهون الذاتيه، ايه الفرق ما بين الدهون الذاتيه والفيلرز؟ الدهون الذاتيه دي حاجه من جسم البني ادم، كاني بعمل زرع خلايا من منطقه لمنطقه، فالمخزون عندي والانسجه بتاعتي، فاقدر احقنها واخد بيها الكميه اللي انا عايزها، وبتقعد مده اطول من الفيلرز. الفيلرز مواد مصنعه، تمام، قريبه جدا من معظمها قريبه جدا من المواد اللي موجوده في جسمنا، بس التكلفه، الكميه، الوقت اللي بتقعده. الفيلرز بتقعد شهور الى ماكسيمم سنه، لكن الدهون بتقعد سنين. دكتور، لو واحده مثلا مليانه، بتعرف ازاي تفرق ما بين ان هي مثلا عايزه تعمل نحت او تعمل عمليه تكميم؟ السؤال ده حلو قوي. برضو المنظمات العالمية، منظمة الصحة وكل أي مؤسسات في التجميل قالت إن اللي مسموح به دلوقتي في إنه يتعمل منه نحت في عملية واحدة بس ما يزيدش عن 5 لتر من الدهون، عشان ما بوظش فسيولوجية الجسم ودخلها بقى في أضرار وحاجات تانية كتير. فأنا لما بتجيلي واحدة بسألها سؤالين مهمين قوي: حضرتك عايزه تعملي العمليه دي عشان تحسني شكلك ولا عشان تنقصي وزنك وتخسي؟ لو قالت انا عايزه اخس، يبقى حضرتك مش العينه بتاعتي، انا العمليه بتاعتي بحسن الشكل وبتخسي لك 3 4 كيلو في الاخر. عايزه تنزلي بقى 15 20 كيلو، يا تعملي دايت يا تعملي عمليه التكميم، تحويل المسار الى اخره. الحاجه الثانيه، حضرتك عايزه منطقه معينه مضايقاكي، يعني عملتي رياضه ودايت وخسيتي بس في منطقه مش عايزه تنزل، نقدر نعمل لها نحت. هي اسمها نحت الدهون، لايبوسكالبشن. الاسم التجاري بقى لايبوسكشن، خش اشفط بقى كده دهون والعينه تخش في مشاكل. لا، انا بنحت الجسم، انا بخلي فيه تناسق في القوام. فحضرتك عايزه منطقه واحده ولا اكتر من منطقه؟ فلو قالت اكتر من منطقه هشوف، لو الاكتر من منطقه دول هيعدوا ال5 لتر، هي برضو مش عينتي، مش الكلاينت بتاعتي، دي عايزه حد تاني، عايزه يا اما دكتور بتاع تغذيه يا اما عايزه دكتور بتاع جراحات الجهاز الهضمي عشان يعمل لها التكميم او تحويل المسار. لكن لو هتعمل من منطقه واحده او كذا منطقه بس 2 3 4 لتر التناسق والقوام، اعمل لها. حاجه كمان، ما تعملش نحت للدهون وعندها تهدل شديد في الجلد، لان النحت هيخلي التهدل يزيد، فساعتها هضطر ان انا اعمل لها كمان شد للجلد للمنطقه دي. طب دكتور، مثلا بيجي لك حالات بيجنت مثلا جايه لك عايزه تعمل نحت وحضرتك شايف ان جسمها ما يسمحش، بتعمل لها ولا بترفض؟ لا، ما بعملش غير اللي انا مقتنع بيه والصح واللي هينفعها واللي ما يخالفش ضميري، حتى لو مصممه مش مهم. اصل هقول لك على حاجه، هو برضو في حاجات بتبقى الواحد يتعلمها بالسنين. اللي هي جايه مصممه على حاجه دي، هو غالبا مش عايز تعملها علشان خاطر هي حاسه انها تجميل، هي عندها حاجه نفسيه حاسه ان هي لو عملت كده هتبقى حلو، فما بتشوفش نفسها حلو. فبعد العمليه هتيجي تشوف حضرتك انا بشوف كل حاجه، فلا من الاول لا ما بعمل حاجه. كمان برضو
على سؤال حضرتك، يعني مثلا من ضمن البنات كتير بتيجي مثلا عايزه تعمل شفايف مليانه زياده عن اللزوم، يقول لك اصل الراشن لبس بره الطبيعه بره المالوف انا مش هعمله، يا تبقى حاجه طبيعيه ناتشرال يا مش هعملها، لان حتى لو خرجتي من عندي في عاده مبسوطه ما انت هتقابلي ستات ايه ده مين اللي عمل في بقها كده؟ لو جه اسمي انا دخلت البلاك ليست القايمه السوداء. لا، فلا يعمل حاجه تبقى طبيعيه يا اما بلاش اعملها. في دكاتره كتير يعملوا او كوافيرات. طب دكتور مثلا واحده عملت نحت، لازم بعد النحت تعمل عمليه شد ولا ايه؟ لان جسمها اكيد بيبقى فيه ترهلات. طبعا عشان كده قلت لحضرتك التقييم، تكلمي الانسجه توك تو ذا تيشوز، هي دي عينه نحت ولا لا؟ نحت وشد، نحت واجهزه نحت، بس في تصنيفات كتيره قوي. لا طبعا مش لازم تعمل شد بعدها، لو هي انا اخترت العيانه السليمه او الصحيحه لعمليه النحت عشان لا اظلمها ولا اظلم العمليه ولا اظلم نفسي. حاجه كمان برضو بحب اقول للستات او البنات، لما تيجي تنوي تعملي عمليه انت واحده عايزه تغيري اللايف ستايل بتاعك. عمليه يعني وقت، يعني بنج، يعني اخش اوضه العمليات، يعني برضو فيها شويه قلق، يعني الام بعد العمليه، علاج كورسيه، حاجات كتيره قوي. فانا مش هعمل كل الكلام ده وادفع عليه فلوس عشان في الاخر ارجع للعادات السيئه تاني اللي خلتني اجي للدكتور واخش اوضه العمليات. طب دخلتي اوضه العمليات عشان تعملي ايه؟ عشان سنه سنتين وترجعي تخشي تاني؟ فالمفروض ان معاها وانا بقول لهم كده العمليه نص النتيجه والنص التاني على حضرتك. تغيري بقى من اللايف ستايل بتاعك وحياتك، تنظمي اكلك، تعملي رياضه، تاكلي الاكل الصحي، حاجات تانيه كتير قوي عشان تحافظي على اللي انت وصلتي له. طب دكتور كلمني اكتر، يعني ايه بيطلب من حضرتك في عمليات التجميل اكتر في اشكال الجسم؟ والله على حسب السن، على حسب الحاله العمريه. يعني البنات الصغيره بتطلب الفيلرز، بتطلب الشفايف، الخدود، عمليات الانف، تمام، تكبير الثدي. لما مرحلة أكبر شوية بنبتدي بقى نطلب الحاجات اللي زي طب أنا عايزة أشد كفوني، عايزة أرفع الجبهة شوية وأرفع الحواجب، أكتر من كده النحت وتنسيق القوام، أكبر من كده بقى أشد الوش وشد الرقبة، يعني هي مراحل عمرية. طب كلمني يا دكتور عن البرازيليان بات. ما بحبهاش خالص. ما بحبهاش وليها مشاكل كتير على فكرة، و برضو عشان اختار عيانه يتعمل لها حقن للدهون البرازيليان بات لازم يكون عندها كميه دهون كافيه، ولازم يكون حد عارف هو بيحقن فين علشان خاطر برضو المنطقه دي مليانه شعرات دمويه كتير، فانا مش عايز اعمل لها حاجه ممكن تاثر عليها بالسلب او تعمل مشاكل. كمان ما تكونش العادي مدخنه، عندها انيميا، عندها سكر، يعني لازم يعمل تحليل معينه كده، لازم تكون واحده صحيه علشان نقدر نعمل العملية دي وتجيب نتائج. وبعدين لازم يكون القوام بتاعها لايق عليه، يعني مش أي واحدة تيجي تقول أنا عايز أعمل برازيليان بات وخلاص، يعني فلازم يكون في تناسق ما بين أبعاد جسمك وبعضها. فعايزة وسط رفيع وعايزة ثدي كبير شوية فبيمشي معاها، ده الجسم البرازيلي. يعني خلينا في الجسم الشرقي بتاعنا احنا المصري، بلاش نقلد، لان البرازيل ما بيجوش يقول احنا عايزين الايجيبشن بات، ما بيجوش عايزين المؤخره المصريه، ده احنا بنقول عايزين المؤخره البرازيليه، يعني خلينا في عاداتنا احنا وشكلنا وهيئتنا وتكويننا. طيب دكتور عايزه حضرتك تقدم نصيحه لكل بنت او ست بتتفرج علينا دلوقتي ازاي تهتم بنفسها، او شوف حضرتك عايز تقول لها ايه؟ طيب الاول بتبتدي من الداخل، يعني الاكل الصحي والرياضه، لان الانسجه من الداخل وبتظهر الحاجات دي على الجسم وعلى الوش بعد كده في الخارج. الحاجه الثانيه طبعا لازم اروح للمختص، دكتور، جراح، راجل انا سالت عنه، شفت شغله، شفت تجارب مع ناس ثانيه، تخصصه ولا مش تخصصه. وبعدين وهي قاعده هي هتعقل الكلام، والله الكلام انا مرتاحه مع الدكتور ده، كلامه مقنع داخل دماغي، دي حاجات مهمه قوي. يبقى اروح للمختص، اهتم بنفسي اول، اروح للمختص. والكتير مش دايما كويس، يعني كل ما كانت الحاجه بسيطه، حتى المثل الانجليزي يقول simplicity is elegance، البساطه هي الرقي وهي الجمال كله. مش لازم اعمل 100 حاجه مع بعض، اعمل لي مناخيري وشفايفي وشدي وكبر الثدي واعمل البرازيليان باتون، حاجه حاجه. أنا ممكن أعمل حاجة واحدة، يا إما تغنيني عن حاجة تانية أنا مش محتاجاها، أو تفتح سكة إن أنا ممكن أعمل حاجة تانية، بس واحدة واحدة ده الأسلم وده الأهم.
اشكر حضرتك جدا والله انك كنت معايا النهارده، بجد مبسوطه جدا والله. استاذ جراحات التجميل في جامعه عين شمس. ايه، هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم تاني، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده معانا واحده من اشهر الميك اب ارتست الموجودين في مصر. انا على المستوى الشخصي بحبها جدا وبحب ستايلها كمان، مش بس الميك اب بتاعها. معانا النهارده سلمى متولي، مبسوطه جدا انك معايا والله يا سلمى النهارده. بشكرك على قبول الاستضافه الجميله بتاعت النهارده. بصي يا سلمى، قبل ما نبدا كده الحلقه بيكون في لعبه بسيطه، بتختاري لون وبنعمل زي تحليل صغير كده لشخصيتك. اوكي، اسود. تمام خلاص. سلمى، كنت عايزه اعرف، هو انت لما بداتي اول كمثلا فاشن بلوجر، ولا بداتي كميك اب ارتست؟ وبداتي ازاي برضو امتى؟ بدات كميك اب ارتست، بدات من 2013. انا من زمان قوي بحب الميك اب واللبس والتصوير وكل ده، بس انا اكتر حاجه بحبها هي كانت الميك اب. بالنسبه لي بحب احط ميك اب على نفسي. بعد كده بدات ان انا اخد الموضوع كشغل اكتر، ان انا بحب اعمل ميك اب لاصحابي لقرايبي. بعد كده اتشجعت اكتر ان انا اخد التجربه في حته ان انا ابقى ميك اب ارتست واعمل ميك اب للعرايس وكده، دي حته انا بحبها قوي يعني. لا ما شاء الله نجحتي فيها يا سلمى، بجد ما شاء الله عليكي. عايزه اعرف يا سلمى، انت مثلا بدات الموضوع ده كهوايه ولا كبزنس اكتر؟ يعني انت حابه الموضوع اكتر كبزنس ولا هوايه؟ لا، كانت هوايه الاول اكتر، عشان انا بحب الميك اب قوي. بعد كده بقى بزنس بالنسبه لي، يعني بقى خلاص بقى بالنسبه لي ده شغلي، يعني ده المهنه بتاعتي اكتر حاجه بحبها يعني. انت مش بس ميك اب ارتست، كمان فاشن بلوجر، يعني برضو بداتي ازاي؟ قولي لي امتى. الفاشن بلوجين جه بعدين، يعني جه بعد كده، عشان انا عادتي ان انا بحب مثلا اصور لبسي كل يوم، بحب اوري للبنات عندي على السوشيال ميديا انا بعمل ايه، بجيب ايه منين. فانا ما كانش بالي خالص ان انا عايزه ابقى فاشن بلوجر، على قد ما انا كنت بحب الناس البنات بتسالني طب نجيب ايه كمان في الميك اب، مش بس يعني كنت في الاول اكتر كبيوتي بلوجر مع الميك اب، ميك اب ارتست. بعد كده كمان اللبس، بنات بقى بدات تسالني اللبس منين، الاوتفيت دي طب نلبس ايه على بعض، نعمل لفه طرحه ده شجعك اكتر طبعا ان انت تتجهي الحته دي. فحسيت ان البنات اكتر عاجبها كمان ستايلي، وحابين قوي مني الستايل اللي بقدمه والحاجات اللي بقدمها. فبرضو بقيت بقى بعد كده فاشن بلوجر يعني. طب قول لنا بقى يا سلمى، ايه اكتر ستايل انت بتحبي تلبسيه؟ لا كتير قوي يعني، بحب قوي الحاجات الكلاسيكيه والحاجات الفورمال، وفي نفس الوقت برضو في الحاجات الكاجوال يعني، لان ديلي احنا يعتبر بنلبس كاجوال. بس انا بحب اغير ستايل كتير يعني، شكلا التوتال الشكل بحب كل شويه اعمل ستايل جديد. بس ممكن نقول مثلا اكتر حاجه بحبها، لا الحاجات شويه الكلاسيك او الفورمال. طب انا بدات اشوف يا سلمى ان انت بقالك فتره بقيتي بتدي كورسز في الميك اب وكده، بداتيها ازاي وامتى؟ انا بدي كورسز من زمان على فكره، مش من قريب بس. بس انا اوريدي برضو من اول ما بدات الميك اب كميك اب ارتست للعرايس، واوريدي انا بادئه كورسات مثلا نقول 2016، كان ده اكتر وقت بدات فيه مثلا ادي كورسز. لان برضو كانت بنات كتير قوي عايزه تتعلم، بنات كتير قوي بتحب الميك اب، بتبقى عايزه مش بس ان هي تشتغل ميك اب ارتست، لا كمان بيبقوا عايزين يتعلموا لنفسهم يحطوا ميك اب ازاي، تبقى كل بنت عارفه ايه اللي بيليق عليها. فمن هنا بدات ان انا ادي كورسز، وبنات كتير قوي قوي مهتمه جدا بالموضوع ده يعني. طب كلميني اكتر على الكورس مثلا يا سلمى، بياخد منك وقت قد ايه؟ لازم البنت مثلا يكون عندها خلفيه في الميك اب، ولا ممكن واحده ما تعرفش اي حاجه وتيجي عادي؟ بصي، مش شرط يبقى عندها خبره، لانه احنا كده كده لازم نبدا من الاول من الاساسيات خالص، علشان كل بنت تقدر تعرف ايه اللي بيليق عليها. ولو كمان هتشتغل ميك اب ارتست لازم تبدا تعرف كل وش ايه بيليق عليه. فالكورس طبعا بياخد مني تحضير يعني اكتر شويه، وبياخد مني مجهود اكبر من ان انا مثلا اعمل ميك اب لعروسه، لان كل بنت لازم تتعلم كل حاجه بالظبط، مش بس في ان هي تبدا تعمل ميك اب ازاي او ترسم في الوش ازاي وتعرف كل وش ايه اللي بيليق عليه، لا كمان الماتيريال والخامات اللي احنا بنشتغل بيها لازم تكون عارفه ايه احسن الحاجات اللي ممكن تشتغل بيها. لان طبعا الاندستري ده واسع جدا والحاجات فيه كتير قوي، فطبعا بياخد مني مجهود اكتر من الشغل بتاع العرايس وتحضير اكبر.
طبعا يا سلمى بتقابلي ان في عروسه جايه لك عايزه تعمل ميك اب مثلا روج احمر وحاجات فقعه وكده، بتديها رايك ولا بتعملها اللي هي عايزاه؟ لا طبعا لازم اديها رايي، لانه لو البنت مش عارفه ايه اللي بيليق عليها او هي مش قادره تستوعب، ممكن يبقى عاجبها لوك على حلو قوي على حد، بس ممكن ما يبقاش لايق على ملامحها. فانا طبعا لازم اوجهها في حاجه زي كده، يعني لازم اقول لها ايه اللي يليق عليها، بس برضو مع مراعاه هي بتحب ايه، علشان ده مهم بالنسبه لي ان العروسه تبقى اعمل لها برضو لنفسها فيه. بس لازم طبعا يكون بيليق عليها، علشان لو عملنا لها حاجه مش هتليق عليها برضو مش هيطلع حلو، يعني مش هيطلع الشكل اللي هي مستنياه. فده بالنسبه لي برضو مهم قوي، يعني الجزء بتاع ان احنا ننبه البنوته ايه اللي يليق عليها، وبرضو ان هي تكون مبسوطه باللوك بتاعها. طب قلنا كده يا سلمى على تريكايه انت بتعمليها مثلا، قلنا على اي حاجه كده تريكايه في الميك اب مثلا، او في الميك اب تريكايه كده عملتيها وعجبتك؟ تريكايه عملتها وعجبتني، هو التريكات كتير قوي يعني، مفيش اكتر منها، بس انا بحب قوي مثلا نتكلم اكتر مثلا في بنات بتسال على التثبيت بتاع الميك اب او الثبات بتاع الميك اب بيرجع لايه، فخلينا نقول لهم ان هو بيرجع اكتر للاهتمام بالبشره ومش بس للخامات اللي احنا بنستخدمها. يعني بنات كتير قوي تسالني طب احنا بنجيب احسن الخامات واغلى الخامات، بس مش بس يعني مش بس ده اللي بيخلي الميك اب يبقى حلو او ثابت او ناعم على البشره، لا كمان الترطيب، نهتم بالترطيب بتاع البشره كويس قوي قوي قوي، دي اكتر حاجه هتطلع الميك اب ثابت. طب بما انك يا سلمى بقى كلمتينا في حته الاهتمام بالبشره، لو عروسه مثلا جايه لك تنصحيها ازاي تهتم ببشرتها قبل الفرح، سواء عروسه او عامه يعني؟ انا بالنسبه لي العروسه اهم حاجه ان هي لازم تهتم بيها انها تنام كويس، ان هي تشرب ميه كويس، وفعلا مش موضوع شرب الميه ده مش هزار يعني، ده بيرجع كويس قوي للبشره بعد كده، يعني بيبان بعد كده التاثير بتاعه للبشره. غير كده طبعا الترطيب الاساسي للمنطقه بتاعه تحت العين وبقيه الاماكن التعبيريه اللي في البشره، دي اكتر حاجه بنهتم بيها علشان دي اللي بتخلي الميك اب يبان بعد كده شكله ناعم او لا، فبنصحها طبعا بالترطيب مع الشرب الميه. طب كنت بسمع دايما يا سلمى ان في عروسه ما ينفعش ان هي تعمل تنظيف بشره غير قبل الميك اب مثلا باسبوعين، صح؟ يعني دي يعتبر اقرب مده، بعد من بعد الاسبوعين دول نقدر نمشي على روتين يومي للبشره، لكن التنظيف العميق للبشره قبل الميك اب بيوم او اتنين او تلاته ده ما ينفعش خالص، لانه بيدمر لي الحاجز بتاع البشره. فاي حاجه هقدر احطها او اي ميك اب هحطه على البشره زي الفاونديشن والاساس بتاع البشره مش هيثبت نهائي، ممكن كمان يعني زي ما بنقول بيقطع او مش هيرضى، ان هو البشره مش هتقبله، فده طبعا بيسبب لنا مشكله رهيبه يعني. فعشان كده تنظيف البشره لازم يكون قبلها اقل حاجه اسبوعين. طب قولي لنا يا سلمى، اكيد في حاجات كانت طالعه موضه زمان ودلوقتي قدمت خالص، سواء بقى في رسمه العين، في لون الروج، الحاجات دي. لا في حاجات كتير قوي قدمت، يعني مثلا رسمه الحواجب اتغيرت تماما. يعني احنا الاول كان عندنا رسمه الحواجب لازم تكون كلها تقيله، دلوقتي لا، دلوقتي بنعتمد اكتر على الحواجب المليانه او الحواجب اللي هي فيها شعر كتير، الرسمه الطبيعيه اكتر. كنا بنهتم قوي قوي بالكونتورنج برضو مثلا من سنتين، دلوقتي الاهتمام اكتر البشره تبقى شكلها ناتشرال وطبيعيه، ان احنا نحط بلاش اكتر، نبين البشره نضره اكتر. دلوقتي يعني زمان برضو كان بنحط هايلايتر كتير قوي، دلوقتي برضو الموضوع ده اهدى شويه، كان اللي هو بيبقى مدور كده ولونه ابيض. بما اننا اتكلمنا على لوكس الميك اب واتكلمنا على الالوان والاشكال اللي بتليق على كل واحده، هنعرض دلوقتي صور وعلقنا على كل صورة يا سلمى. اوكي. اللوك ده اللوك ده جلوي قوي، يعني احنا اعتمدنا اكتر على شكل البشرة يعني يبقى يبان طبيعي. الالوان الفاتحة الهادية البينك، لان كمان الالوان البينك طالعة ترندي قوي. بس ممكن عروسة تعمله عادي؟ ممكن عروسة تعمله عادي مع اختلاف الالوان في الاي شادو او الاي لاينر اللي احنا شغالين عليه، لكن البيز والبلاش والشكل الوش والحواجب ممكن عروسة تعمله عادي جدا. اللوك ده يعني ممكن نقول عليه هافي شويه، تقيل شويه في رسمه العين، بيبقى محتاج ملامح عين مختلفه او رسمه عين معينه عشان نقدر نعمل لها لوك زي ده. كمان محتاج عروسه جريئه شويه عشان نعمل لها رسمه عين زي دي، لان هي لوك عربي اكتر يعني، في رسمه عين برضو يعني عارفه اللي هو اوفر مثلا انت بتقولي، بس هو برضو باين ان هو طبيعي يعني شكله حلو قوي.
هو يعني رسمة العين شويه, مش قصدي يعني مش معنى ان هو تقيل يبقى ان هو مثلا شكله صعب, لا انا بتكلم على حته ان هو يبقى رسمة العين اتقل شويه. ده برضو اللوك ده برضو يعتبر من الرسومات الهاديه اللي العرايس بتحبها قوي, في حته الاي لاينر المدموج مع الاي شادو ده بيخلي معظم العرايس اللي بتبقى مش لاقي عليها الاي لاينر فممكن نتفادي الاي لاينر بان احنا نعمله بالاي شادو. اي العرايس اصلا يا سلمى بقت بتطلب اكتر ان هي تبقى سيمبل عكس زمان, كانوا زمان بيحبوا الميك اب الالوان كتير, يعني دلوقتي بيحبوا الحاجات الهاديه شويه. ده حقيقي دلوقتي موضه اكتر الالوان اللي هي الترابيه, الليبستيك الجلوسي مش المات زي الاول, رسومات العين برضو يبقى الشغل فيها واضح بس في نفس الوقت بيبان ان هو سيمبل. دي برضو نفس الرسمه بس موضحين هنا اكتر شكل رسمة العين, يعني المساحة بتاعت العين موضحينها اكتر في الرسمة بتاعتنا. دي برضو رسمة عين فيها شغل شوية, موضحين اكتر الكات كريس عشان نبين المساحة بتاعت جفن البنت. احنا دايما لما بنلاقي بنوتة مساحة عينيها بتسمح بان احنا نشتغل فيها فطبعا بنعمل كده. كمان احنا هنا استخدمنا الالوان الترابية اكتر علشان لون عين البنت عسلي. دايما لما بلاقي بنت عينيها شوية ملون او عينها لونها اقدر ابرزه بالميك اب فطبعا لازم نعمل كده. فهنا احنا وضحنا لون عينيها اكتر بالالوان اللي احنا اشتغلنا عليها. طيب يا سلمى, عشان الطلب مني اسالك يعني عن كل الديتيلز اللي بتخص العروسة, كلمينا اكتر بقى عن العروسة. انا العروسة بالنسبة لي يعني يومها بيبقى مهم جدا جدا, يعني طبعا اي بنت اي عروسة بتسمعني دلوقتي هتبقى عارفة اللي انا بتكلم فيه. انا بالنسبة لي اكتر نصايح واكتر حاجات بحب اقدمها للعروسة ان احنا ما نتوترش, دي اهم من اي حاجة تانية. التوتر ده ممكن يخلي اليوم كله مش احلى حاجه. تهتم بيومها, يعني ما تركزش في اي حاجه ممكن تحصل, اهتمي بالتفاصيل بتاعت يومك. كل الحاجات اللي ممكن تخليكي تتشتتي ان انت تتبسطي باليوم لا, يعني نعمل ده. طبعا بقى نهتم بنفسنا, نهتم بالبشره, نهتم بشعرنا, كل الحاجات اللي تقدر ان هو تدلع نفسها لازم نعمل ده, لان ده اليوم اللي فعلا اكتر يوم البنت بتتدلع فيه. زي ما قلت لك يا سلمى في بنات كتيره طبعا بقت بتميل للحاجات الهاديه والميك اب الهادي, فانت ممكن تقابلي بنوته مش عايزه تحط فاونديشن في وشها عادي وبيطلع برده بنفس النتيجه ولا لا؟ لا طبعا مش بيطلع بنفس النتيجه. وفكره ان احنا نحط ما نحطش فاونديشن دي صعبه شويه, احنا ممكن نحط بطريقه خفيفه لكن مش ان احنا ما نحطش خالص لان ده ما ينفعش, بيأثر معانا طبعا في شكل الميك اب. ممكن الحاجات اللي نتفاداها مثلا ان انا ما احطش كميه كبيره او ما احطش يعني ان هو يبقى تقيل او كذا طبقه مثلا, نقلل اللايرز اللي بنحطها على البشره, ده هيساعدنا في ان الميك اب يكون اهدى او اخف. بس برضو الكلام ده بيرجع لحسب بشره كل بنت, بشرتها هي اللي بتساعدني, هي اللي بتحدد طبعا. بشرتها هي اللي تساعدني اذا كنت اقدر احط فاونديشن تقيل او فاونديشن خفيف, ده الاساس بتاع كل بنت يعني. بسمع دايما يا سلمى على الميك اب نو ميك اب, يعني انت شايفه انه برضو ده بيخلي شكل البنت حلو لو بشرتها مثلا بتسمح لكده؟ طبعا النو ميك اب ده اللي هو بتبقى رتوش خفيفه قوي, ممكن نحطها ديلي, ممكن عروسه ما بتحبش الميك اب كتير او ملامحها ما تسمحش بميك اب كتير فبنعمل او بنتجه لللوك ده. بس برضو البشره لازم تساعدني على ده, يعني ما ينفعش البشره يبقى فيها مشاكل, ما يبقاش فيها حبوب, ما يبقاش فيها مثلا مسام واسعه, المشاكل اللي بتقابلنا دي. لو ما فيش اي حاجه من الحاجات دي اقدر اعمل نو ميك اب ميك اب زي ما انا عايزه او فاونديشن خفيف زي ما انا عايزه. طب دلوقتي هنعرض صور لعروسه وتقول لنا ده انهي نوع من الميك اب اللي احنا اتكلمنا عليه. اوكي, ده سيمبل ميك اب. احنا اشتغلنا هنا اكتر على الالوان الروزات لان العروسه كانت طالبه ده. وكمان هنا العروسه بشرتها سمراء شويه, يعني خمريه شويه. انا بحب قوي اشتغل على البشره السمراء, وكمان يعني انا مميزه اكتر في الحته دي. واكتر عرايسي من كمان من اسوان والنوبه وال بشوف دايما, ف يعني بحب قوي قوي اشتغل على البشره السمراء, وكمان بشرتهم بتكون جميله جدا جدا ومساعداني قوي في الشغل. طب يا سلمى ماشي قولي لنا دي كمان واسالك. اللوك ده هافي شويه, الالوان ترابيه واخدين اكتر ستايل سموكي,
كمان ملامح العروسة هنا كانت مساعداني قوي، ورسمة عينيها وشكل حواجبها في ان انا ارسم براحتي اكتر في العين، وان انا احدد شكل عينيها اكتر او ابرزه اكتر. هي كل ما العين بتكون واسعة كل ما بتقدري تشتغلي فيها اكتر؟ كل ما يكون عندي مساحة في العين، سواء العين واسعة او سواء في مساحة ما بين العين والحواجب، ده بيديني مساحة اكبر ان انا اشتغل او ارسم زي ما انا عايزة. هنا البنوتة ملامحها هادية قوي، فكان لازم نشتغل على حاجات برضو تعتبر الوان سامبل شوية ما فيهاش لعب كتير، فاتجهنا اكتر على الالوان النود، واللبستك برضو على الشيد بتاعت النود. بس كان حلو قوي. سلمى تسلم ايديكي. ميرسي. سلمى، في لوكات معينه مش بتحبيها للعروسه؟ مش بفضل قوي البرايد اللي تحط لبستك احمر، او تطلب ان هي مثلا تبقى عايزه مثلا رسمه العين تكون تقيله وفي نفس الوقت نحط لبستك غامق، لان ده بيخلي اللوك تقيل قوي او دراماتيك، او بالنسبه لي ده مش يبقى لوك عروسه يعني، ده بالنسبه لنا مثلا نعمله الموديل اكتر في فوتوشوت او كده. بس بالنسبه لي العروسه كل ما الميك اب بتاعها لازم يكون فيه بالانس ما بين العين والشفايف، الالوان كمان. الروج الاحمر بيبقى عايز ستايل معين للعروسه، او نقول مثلا لازم ستايل العروسه يكون كلاسيكي اكتر في اختيارها لشعرها او الفستان او كل ده، علشان انا اقدر احط لبستك احمر واعمل رسمه عين هاديه، لان الروج الاحمر لازم تكون رسمه العين بتاعته هاديه. انت يا سلمى اوقات كتير مثلا بتحددي الميك اب على شكل الدريس اللي هي هتلبسه؟ بيوروني طبعا. بيوروني طبعا الدريس، وحسب شكل الدريس برضو بنحدد مع بعض الستايل اللي هي بتبقى عايزاه. فطبعا شكل الدريس بيرجع برضو او بيليق اكتر، بنشوف ايه اللي بيليق عليه سواء في الشعر او في الميك اب او في اللوك كله بيعتمد عليه. قولي لنا يا سلمى كده، ايه اغرب موقف حصل لك مع عروسه وتصرفتي معاه ازاي؟ لا ما ايه ده مش فاكره قوي، بس يعني في مواقف كتير مثلا بتبقى ممكن تبقى تاخير، ممكن تبقى مثلا ساعات بتحصل مثلا ممكن عروسه فستانها اتقطع، حاجات زي كده بنقابلها طبعا كتير قوي. بس الحاجات دي لما بتحصل يعني لازم نهدي العروسه، دي اكتر حاجه احنا بنعملها يعني. العروسه بتتوتر في حاجات مواقف ما ينفعش ان هي يعني ان احنا نتعامل معاها بعصبيه او كده، فلا يعني اكتر حاجه لا طبعا بفضل مع العروسه ان هي لازم تهدى وان احنا نبقى معاها للاخر، علشان نحاول نحل طبعا المشكله بتاعه الفستان دي، كانت موقف من المواقف اللي حصلت يعني، موقف وحشه فعلا، بس حليناها الحمد لله يعني، الديزاينر حل المشكله يعني الحمد لله. قولي لنا يا سلمى، ايه الوان الميك اب اللي نازله ترند السنه دي؟ احنا زي ما احنا كنا شفنا من شوية على السكرين، كنا عاملين لوك في ميك اب لونه بينك. الالوان اللي هي على بينك اكتر ترندي قوي، الالوان برضو اللي على اورنج شوية، كمان احنا داخلين على الشتاء فهنلاقي برضو ستيل معانا الالوان اللي هي على الالوان الترابية اللي على النود، كمان اللون النبيتي ترندي قوي بقى سواء في الميك اب او سواء في اللبس، يعني اللبستك النبيتي هنلاقيه طالع ترندي قوي في الشتاء ده، وكمان في اللبس برضو هيبقى موضه معانا قوي في الحاجات الجلد هيبقى تحفه يعني. طب قلنا بقى يا سلمى نتكلم في الهدوم شويه، شايفه ايه الحاجات اللي هتبقى ترندي معانا السيزون ده؟ الحاجات الجلد كلها ترندي جدا جدا، انا شايفه كمان نازل منها الوان كتير. الكوتس كمان الترندي اللي هي الجلد كلها الطويله خالص، مش القصيره، مش البليزرز مثلا او الكوتس القصيره، لا الطويله اللي هي لحد يعني بتبقى بطولنا، دي ترندي قوي. اللون النبيتي هيبقى دارج قوي مع الحاجات اللي هي الجلد. البنطلونات الجلد الواسعه كلها، مش بس اللي هي الفلير او واخده الستايل الفلير من تحت، لا كمان اللي هي بتكون واسعه كلها من اول فوق، دي هتبقى موضه قوي. طيب يا سلمى، في بنوته كده كانت سالتني سؤال اساله لك، لو هي بقها صغير وعايزه تديله فوليوم شويه تعمل ايه؟ اوكي، احنا بنأوفر لاين الشفايف دايما، يعني بنرسم الاول شفايف على شكلها الطبيعي، وبعد كده بنبدا نأوفر لاين الشفايف من المنطقه اللي فوق واللي تحت برضو، حسب هي عايزه تكبر انهي اكتر، يعني في بنات بتبقى مثلا الشفايف اللي فوق هي اللي اصغر فبنكبرها. تركية كمان ان هي هتحدد بالليب لاينر اغمق، وبعد كده تبدا تحط لبستك افتح شويه في المنطقه اللي في النص، ده هيديها فوليوم اكتر كانها عامله ليب فيلر. تمام. كنت عايزه اسالك، يعني انت شايفه يا سلمى ان انت حققتي اللي نفسك فيه ولا لسه، يعني وصلتي للي انت عايزاه ولا لسه؟ اكيد لسه يعني، ما
مش موضوع وصلت طبعا الحمد لله على انا وصلت له لحد دلوقتي، بس اكيد في اكتر. يعني دايما انا بالنسبه لي شايفه ان في اكتر، في ان انا ممكن ابقى انجح من كده، ويعني محدش يعرف بكره في ايه. طب في حاجه في دماغك يا سلمى هتعمليها الايام الجايه؟ الفتره اللي جايه يعني انا بحضر لكورسز اكتر، هكثف اكتر الشغل على كورسات. كمان برضو في بالنسبه للفاشن او الحاجات اللبس، انا بحب قوي اعمل فوتوشوتس، فهنلاقي فيديوز وحاجات مختلفه قوي هتساعد البنات كتير قوي ان هي تعمل ستايلنج حلو ومختلف بالنسبه للسيزون الشتاء. فيعني استنوا فيديوز حلوه قوي. هنحلل دلوقتي اللون مع بعض يا سلمى. اللون الاسود ان انتي شخصيه عندك عزيمه واراده، صح؟ صح. بس في غموض شويه في شخصيتك. مش غموض، بس نقول ان انا بحب احافظ قوي على الخصوصيه بتاعتي، يعني دي اكتر حاجه انا بهتم بيها قوي. بشكرك جدا والله يا سلمى ان انت كنت معايا النهارده. مبسوطه وان شاء الله مش اخر مره حبيبه قلبي. تسلمي لي. وصلت معاكم لنهايه حلقتنا، بتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. بوعدكم ان كل حلقه هتشوفوا حاجه مختلفه ومميزه. مستنيه تتابعوا الجديد على صفحه البرنامج ومستنيه ارائكم. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي من نيو لوك.